لا هي الأصل والظهر الظهر إنها الآية نازلة في الصلاة أولا. طيب أما إبطال الأعمال، إبطال الأعمال كلها لا ينبغي الإنسان إذا دخل في عمل أن يبطله. طيب ولكن الأعمال قسمها العلم إلى قسمين، إلى واجبات ونوافل. فقالوا أما النافلة فالإنسان أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم. وأما الفريضة فإذا دخل فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها، إلا الحج والعمرة، حتى إذا كانت نافلة يجب عليه أن يتمها لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما باقي النوافل فالإنسان مخير، ولكن مع هذا الأفضل أن يتم ولا يبطل. ولا يمنع أن الآية تشمل الأمرين معا، تشمل لا تبطل أعمالكم بالرياء، وتشمل لا تبطل أعمالكم إذا دخلتم بها لا تقطعوها، كلها تشملها ما في بس ما يمنع. والدليل إذا كان يعني يعم أفضل مما أن نجعله خاصا في شيء معين. يعني شيخ الآن إذا قلنا أن الآية تدلنا لا يجوز إبطال العمل، ما نقول لا يجوز، ما قلنا ما يجوز. إذا كان العمل فريضة لا يجوز، وإذا كان العمل حجا أو عمرة فريضة أو نافلة لا يجوز. أما باقي الأعمال كصيام التطوع مثلا، صلاة ركعتين تطوع، واحد مسك القرآن ليقرأ سورة كاملة فلم يكملها، أراد أن يتصدق فلم يفعل، هذه نوافل له أن يبطلها وله أن يتمها. عفوا شيخ، يعني أقصد النوافل هذه ما الذي استثناها عن الآية؟ كيف؟ يعني كيف استثنينا هذه النوافل عن الآية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء صائما وقال عندكم شيء؟ قالوا نعم، قال قربوه فإني قد أصبحت صائما فأفطر، فدل هذا على أنه له أن يبطل صيامه، فأبطل صيامه صلى الله عليه وسلم وأفطر صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المتنفل له أن يبطل عمله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقيمت الصلاة، وكان ابن عباس يقول كنت أصلي فأقيمت الصلاة، فجاء النبي وأمسكني من أذني ومشاني دخلني في الصلاة، يعني كأنه يقول إيش؟ اقطع النافلة وقيمت الفريضة. يعني الآن لو سويت أنا الحين مع منه مع صالح زين، هو قاعد يصلي مسكتك وخر خلك ما يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك ابن عباس وأدخله في الصلاة، يعني أمره أن يبطل أن يقطع صلاته. فهذا لا ما في بأس إن شاء الله تعالى. إليك.